على مستوى الخدمات، وأنت تتحدث عن حكومة عراقية وطنية قوية صدرية ستكون قادرة على معالجة هذه المشاكل، إلى أي حد يمكن أن نقول أن هذه الحكومة إذا ما تشكلت وفق الرؤية التي تتحدث عنها ستكون قادرة على معالجة هذه التركة الثقيلة في قطاع الخدمات؟ أولاً خلي أتكلم شوية بفترة زمنية سابقة لموضوع الانتخابات وتشكيل الحكومة القادمة إن شاء الله الصدرية. الصدرية المرحلة السابقة وين كان التيار الصدري وسائرون بالتحديد من خارطة القيام بالخدمات وتسهيل مهمة وصولها إلى المواطن العراقي بعيداً عن الجو المنافسة والجو السياسي والانتخابي، لأن إحنا ما كنا فترة انتخابات قبل 3 سنوات. بالتحديد سائرون ككتلة شاركت في تشريع قانون الموازنة السابق والحالي، يعني مال هذه السنة، وبقوة. ليش؟ لأنه 40 مليون مواطن عراقي بهم 7 مليون يتقاضون بشكل مباشر رواتبهم وأجورهم كمتقاعدين وموظفين من قبل الدولة العراقية. بها أكثر من 26 تريليون دينار عراقي هو مشاريع استثمارية. هذه المشاريع الاستثمارية ستوضع في تنمية الأقاليم 4 تريليون وستوضع 3 تريليون إلى الرعاية الاجتماعية. أول من دافع عن هذه المشاريع، مشاريع الرعاية الاجتماعية، هو النائب الأول مع الأخ وزير العمل. وأول من دافع عن المشاريع الاستراتيجية التي ستؤمن للعراق فرص عمل وفرص ردود مردودات مالية كثيرة هو النائب الأول. وأول من دافع وبشكل رسمي عن تنمية الأقاليم للمحافظات البالغة 4 تريليون واجتمعت مع السادة المحافظين قبل تشريع الموازنة بحوالي 2 سنين. أول من وضع في أمانة بغداد، أول مرة في تاريخ أمانة بغداد يضع في تخصيصاتها من الموازنة الاتحادية 95 مليار دينار إلى بغداد، حتى لا يقولون يشتغل فقط مدينة الصدر بغداد، مدينة الصدر من بغداد. وأول من وضع لجنة إعمار لمدينة الصدر في الموازنة الاتحادية ب 25 مليار، وإن شاء الله المبلغ بقادم الأيام. أول من دافع عن لجنة إعمار محافظة ذي قار اللي فيها أكثر من 300 مليار دينار عراقي من الموازنة الاتحادية هو النائب الأول. وأول شخص دافع ولا زال يدافع وأقيم الدعوة بالمحكمة الاتحادية على وزير النفط اللي رفض أن يطبق قانون وفقرة والمادة اللي تشكل بها المحافظات غير التعيين، المحافظات المنتجة للنفط والمكررة للنفط، مو البترودولار، أكبر من البترودولار، موضوع المحافظات المنتجة والمكررة للنفط، هذا صندوق لهم، وأول المستفيد من ذلك هو محافظة البصرة الفيحاء.